النهارده عندنا سفرة عزومات ومش مكلفة قوي يعني تعدي، ودعاء منطلقة كالعادة. أهلا، ازيك يا إيه شريف؟ الأخبار؟ تمام الحمد منطلقة لله. كالعادة؟ مش الحمد لله، سفرة عزومات؟ تمشي أيوة طلع تمشي تمشي شبابي. تمشي. ايوه بالظبط، هي روحها خفيفة كده الشباب كده جايين وتنفع مثلا احنا عازمين ضيوف بالليل كده نقعد تبقى كده لطيفة. نقزقز في البلكونة، ايوه صح ننقنق. كده؟ طيب انت كويسة؟ الحمد يا لله. رب دايما. ميرسي. ايه ده؟ ده تاكو برجر، بدل ما نعمل تاكو البرجر برجر حاجة كبيرة كده، لا عملناه بطريقة اقتصادية وشكل جديد. حلوة قوي، ودولات معايا دي دريبنج؟ صوصات هنقدمها. صوصات معايا، اوكي. وايه ده؟ ودي سلطة مكرونة بالزبادي والبنجر، صوصات مكرونة بالزبادي، وده ايه؟ بطاطس محمرة، بس احنا هنعمل الصوص بتاع الجبنة والبصل المكرمل. احنا مش هنعمل بطاطس، هنعمل الصوص. البطاطس على بطاطس محمرة، اي اوكي بطاطس محمرة. اوكي لا حاجة عظيمة. ميرسي. عايزة تبتدي تعالى بإيه؟ نبتدي بالتاكو برجر. التاكو ده حاجة مكسيكي، من المكسيك، بلد المكسيك اللي هي فيها الفاهيتا وكده، هم اللي اخترعوا هذا الشيء. يلا يلا بينا. هنحتاج نص كيلو لحمة مفرومة وعيش تورتيه، وللتتبيلة معلقة كبيرة بصل بودرة، ومعلقة صغيرة توم بودرة، معلقة كبيرة دقيق، معلقة صغيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة سكر، نص معلقة صغيرة جنزبيل مطحون، وربع معلقة صغيرة قرفة، ربع معلقة صغيرة كزبرة ناشفة. اوكي تيجي نقول الصوص كمان. اه طيب صوص الخيار المخلل، معلقة كبيرة خيار مخلل، معلقة كبيرة مستردة، معلقة كبيرة سكر، 3 معالق كبار مايونيز، معلقة كبيرة خل أبيض، معلقة كبيرة بابريكا، نص معلقة صغيرة توم بودرة، ونص معلقة صغيرة بصل بودرة. ماشي. وصوص البصل، بصلة مفرومة، ونص كوباية شبت مفروم، معلقة صغيرة سكر، 3 معالق كبار مايونيز، معلقة كبيرة مستردة، معلقة كبيرة خل أبيض، معلقة صغيرة توم بودرة، ومعلقتين كبار كاتشب. ما شاء الله ما شاء الله، كل دي مقادير. كل ما صوصات بقى وتاكو وحاجات. طيب احط لك ايه على النار ولا مش دلوقتي؟ لا لما نتبل. طيب لما نتبل. نيجي نبتدي نحشي العيش طب عيش التاكو اللي هو ده، لو مش هتلاقوها في منه مصري طبعا في السوبر ماركت، وممكن يتعمل لو في غالي البيت. شويه ممكن يعملوا عيش شامي، ما فيش اي انا مشكله. جايبه معايا عيش شامي كمان. طب كويس قوي. طيب تعالى نحط دلوقتي اللحمه المفرومه بتاعتنا، وهنحط كل التوابل اللي احنا قلنا عليها، البابريكا والجنزبيل والقرفه والكزبره، كل التوابل اللي كل في التوابل المقادير. اللي احنا قلنا عليها. وهنحط السكر، وهنحط معلقتين دقيق، دقيق اه، ونقلب. ونقلب كل ده. ماشي. ممكن شوية ملح وفلفل عشان ملح وفلفل. التتبيلة تبقى متظبطة. ادي فلفل وانا بحبه كتير، ايوه، وشوية ملح، وادي الملح مش بحبه كتير. بس كده. مش هنحط ملح كتير فعلا، لان هي في صوصات وفي حاجات كتير هنستعملها. ريحتها هي ابتدت تطلع بتاعتها. ممكن نجيب العيش بقى ونحط الطاسه على النار، وفيها يا دوبك حاجه بسيطه قوي حط زيت، الطاسة دي على النار؟ وحاجه بسيطه زيت، وعايزين العيش. ما دي بصوا بقى العيش بتاعنا واحنا مقفلينه هنا عشان ما ينشفش، هو عيب التورتيه ده ان هو بينشف بسرعه. العيش عموما لو احنا سيبناه مكشوف هتلاقيه بينشف. طب هنا ده تورتيه؟ وده تورتيه تحت عيش شامي. طب وممكن العيش الشامي نحط نسخنه عليه، ونقسمه؟ او ممكن دلوقتي تعالى نعمل واحده. بالعيش الشامي. تعالى اهي، بس دي كبيره قوي اهي كده زي الحواوشي، بس مش هنقفلها. مش هنقفلها؟ لا اهي، عشان احنا لما يطلع لسه هنحشيه بقى، ممكن مايونيز بقى ومستردة وشوية خس تحطي وطماطم. هنا زيت عايزة؟ لو بس سمحت لسه ما سخنتش ال الطاسة. اوكي كمية؟ لا بس كفاية، سيبيه بس يسخن كده، اعمل واحد طيب تاني. تعالى نعمل واحدة ب اعملي الصغير ده. الصغير اهو، ناخد كده. هو ده ما بياخدش لحمة كتير خالص على فكرة. ممكن تعمل هو باللحمه المفرومه لازم، ملوش حل غير كده. احط دي على وش اللحمه ولا على العيش؟ لا على العيش. اهي لغايه ما يستوي هنعمل ايه؟ تعالى نعمل صوصات. يلا اهو بس دي هتستوي تماما؟ اول بس ما يحمر العيش هنقلبها، ياخد بس زي صدمه كده في مع اللحمه، وبعد كده هنرفعه. تعالى نعمل الصوصات بتاعتنا. يلا اول صوص عندنا اللي هو صوص الخيار. صوص الخيار عايزه بولات ولا انت اهي عندك؟ معايا اهي، ده الخيار، الخيار مخلل ومتقطع صغير قوي،
مستردة، سكر، والمايونيز. مايونيز، اوكي. وهنحط الكابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة. ممكن بس حاجة أقل الصوص. اتفضلي. شوية ممكن ايه نقط، لو انت لو حابين ان هو يبقى خفيف ممكن نزود شوية زيت بسيط، بس هو كده بيبقى كويس عشان الخيار بينزل شوية مية. اوكي. اهو. ده أول صوص؟ ده أول صوص عندنا. هو كده صوص؟ في واحد كمان معانا. طب استنى. أهو البولة التانية موجودة اهي. الإيه؟ البولة التانية اهي. أول صوص معانا. ده أول صوص. يلا. التاني؟ التاني. هنحتاج واحدة بصل مفروم. والثوم البودرة. شبت والمايونيز مستردة. علي صوتك كده. ايه شبت ومايونيز؟ المايونيز والمستردة حطينا قبليهم شبت، شبت ومايونيز ومستردة والسكر والكاتشب، ونقلب ده. عادي عادي. فكرينا كده عملنا ايه دلوقتي. احنا عملنا صوص اللي هو البصل، وعملنا صوص بالخيار المخلل، ودلوقتي هنشوف التاكو بتاعنا اخباره ايه. لا ده لسه بدري عليه. لا هنقلب، ما العيش خلاص كده عشان العيش ما يتحرقش. اه هنقلب اكيد. اه مش هتفك ده؟ لا خالص. ايه ده غريب اهو. اهي قلبها عادي، ولا مش هيحصلها اي حاجه. ازاي لزق كده؟ شفت؟ عشان معلقه الدقيق. شفت كده؟ احنا كده دي الصوصات خلصت خلاص. هنعمل ايه بقى؟ هنطلعه ونعمل نحشيه. تعال بص انا عليه كده بصه. لا دي هتاخد وقت لسه. لا خالص. عشان رقيقة. ايه ده؟ بشوي. ايه؟ اجيب لك طبق. طبق عشان نقدم. فاكر لسه بدري. لا خالص، اصل هي رقيقه واللحمه المفرومه بتستوي بسرعه. ثانيه واحده. اقلبي الثانيه كده. سيبي. طب دي على ناحيه العيش عشان ما يتحرقش. بس مش هيتحرق. لا طيب ماشي. والثانيه اهي الثانيه برضو استوت. شفت ما خدتش وقت ازاي؟ ده حقيقي. يلا بينا. والتانية اهي. هنيجي هنا بقى، ممكن معلقة نحط واحدة بالصوص دي هنا، صوص الخيار اهو، والتانية بصوص البصل. عايزة معلقة اهي. بس هتتني ازاي؟ حالا اهو شوية خس هنا وشوية. حلوة حلاوة. هنا وسهلة قوي قوي. وطماطم وبصل. خلاص الصوصات بس كده. تمام. خدتي من صوصين؟ انت كل واحدة عملتيه بصوص؟ يعني ما تحطوش الصوصين على بعض؟ لا كل واحد لوحده. وممكن اللي مش حابب صوص خليه بره ونبقى نستعمله اهو. بصي بيتقفل بالشكل ده اهو. بس كده. حلوه قوي قوي. والتانية اهي بتتقفل برضو كده بالعيش اللي هو. هاتوا لنا بقى المغروف. هاتوا لنا الجاهز كده اللي هي كانت عارفاه. نشوفه شكله يجنن. برافو عليك. طيب كده خلصنا اول حاجه. خلص. التاكو برضو. تاني حاجه هنعملها لكم هنعمل السلطه. الايه؟ سلطه المكرونه. سمكه؟ سلطه المكرونه. سلطه المكرونه. سامع وتقيل. يلا المقادير اتفضلوا. هنحتاج كوبايتين مكرونه مسلوقه، وللصوص حبتين بنجر مبشور، كوبايتين زبادي كامل الدسم، معلقه كبيره ثوم، معلقتين عصير ليمون، نص كوبايه شبت، ونص كوبايه لبن. حلو. ايوه ادي البوله بتاعتنا. نحط فيها البنجر والزبادي. ننزله بس كده. اوكي. وبعديه؟ وبعد كده هننزل بالثوم. ثوم. عصير ليمون لو سمحت يا شريف. هي المكرونه مسلوقه او جاهزه؟ ليمون. ايوه. وهنحط لبن. الشبت. وده لبن؟ وده لبن. ما بتحطوش على نار ولا حاجه؟ لا خالص. اوكي.
نقلب بس كده اشوف لو هي محتاجه تاني لبن ابقى اخد شويه. ودي المكرونه بتاعتنا المسلوقه الجاهزه. ايوه نقلب كده في اللبن لغايه لما نلاقي اللبن اللون بتاعه بقى بلده كده، ونقلب المكرونه بتاعتنا، ننزل بالمكرونه المسلوقه عليه ونقلب. نحط بقى شويه شبت من بره كده عليها وهي للتقديم، تبقى حلوه قوي. يلا بصوا بقى مع التقديم هتبقى شكلها ايه، الالوان بتاعتها كمان خطيره او تفتح النفس. يلا بينا جهني. يلا احكي كده للناس عملنا ايه من الاول. عملنا تاكو برجر وعملنا معاهم نوعين صوص، صوص بالخيار وصوص بالبصل، وعملنا سلطه المكرونه بالزبادي والبنجر. الله، هي سلطه المكرونه قدامكم، اصحابي الصغيرين هيحبوها قوي قوي قوي. بصوا بقى الحلاوه، ومغذيه وفيها حاجات كلها قيمتها الغذائيه عاليه. بشكرك 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 بهذه المناسبه. ايوه هنسمعك اغنيه من اكتر الاغاني اللي انا بتجنن فيها هنا وبحبها. أوه. بصوت استاذنا الكبير مؤمن خليل هنغني دلوقتي قراءة الفنجان. وشعر الغجري اعملي كده اهو مجنون يسافر من من اكتر الاغاني اللي بحبها بجد، يمكن دي اخر اغنيه اعتقد غناها لعندليب عبد الحليم حافظ. طيب هنسمع جزء منها بعد كده فاصل، بعد الفاصل نرجع نعمل البطاطس وصوص الجبنه. مزيكا.
ما شاء الله استاذ عادل بيسقف تسقيف اكل كل الاكل اللي كان طالع دلوقتي. عنده طاقه كله نسف وحبيبي حبيبي بالهنا والشفا. ضاع النهارده عامله اكلات حلوه قوي، ودلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل دلوقتي صوص الجبنه وصوص بصل مكرمل مع بطاطس محمره. اه مقاديره. طيب هحتاج نص كيلو بطاطس محمره، وللبصل حبتين بصل شرايح، مكعب زبده، معلقتين كبار سكر، لصوص الجبنه كوبايه جبنه شيدر، كوبايه جبنه موتزاريلا، معلقه صغيره بابريكا، 3 معالق كبار جبنه كريمي، مكعبين زبده، معلقتين كبار دقيق ابيض، وكوبايتين وكوبايه لبن. اوكي لطيف. بص ممكن نضربه هنا كله في الكبه وبعد كده نحطه على النار كله، بس مش هنستعمل الدقيق ده كله، هناخد منه شويه بس نفتح الكبه دي. يلا هناخد شويه دقيق معاه، وهناخد الجبنة الكريمي. الجبنة الكريمي اوكي، والجبنة الشيدر. الجبنة الشيدر حتة كبيرة. اوه ده ايه ده؟ موتزاريلا. وهناخد البابريكا. البابريكا ولبن. لبن حاجة تانية؟ بس كده. يلا ونخلط يا ولاد، ونخلط دول كده مع بعض. ده يبقى كريمة؟ اه هنحطه على النار بعد كده. وبعد كده نحطه على النار. على النار؟ اه انا هحط هنا مكعبين زبدة اهو، وهنا هجهز البصل المكرمل لغاية لما انت تعمل. بتعملي ايه؟ دلوقتي انا هحط الزبدة للخليط اللي احنا بنعمله، وهجهز البصل المكرمل. البصل انا واخداه بس تحميرة بسيطة عشان بياخد وقت شوية لغاية لما يوصل للون ده. ايه ده بقت عجينة فعلا. وبعد كده هننزل بالبصل يكمل كده شوية تحمير. هنحط للبصل هنا سكر. احط بقى ده فين؟ هنا لو سمحت. على ده؟ اه ده اللي يا جماعة اللي هنا ضربته. اه ايوه اهو ده 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 ده. يلا نروح حاطينه على الزبدة. على الزبدة بالمضرب بقى، ونقلبهم كده مع بعض. حاضر. وانا هنا حطيت البصل اللي انا محمره نص تحميره كده، وحطيت مكعب زبده وسكر. حاضر. وبنقلبهم كده مع بعض. اهو هو كده اللون اللي احنا عايزينه. نعم اللون بتاع البصل كده اللون اللي احنا عايزينه. هجيب بس شويه ميه صغيره واحطهم عليه عشان يتكرمل اكتر. بس كده. واللي انا بعمله ده ايه؟ ده صوص الجبنه اللي احنا هنحطه على البطاطس المحمر. خلاص احنا خلصنا؟ اه بس نخلص الصوص ونخلص. هو كده ده خلص انا معايا ولا لسه؟ لسه هي الجبنه مش سايحه خالص فيه، يعني لسه مش سايحه خالص. عايزاها ميه. ايوه وبرده احنا مجهزين منه جاهز دلوقتي. البصل اول ما خلاص الميه دي تتبخر هتلاقي البصل هنا جاهز. البصل ماله؟ اول ما الميه تتبخر هتلاقي البصل بتاعنا جاهز. طبق حلو قوي. عايزه اقول لك ان هو بره بيدفع فيه فلوس كتير قوي قوي قوي. اه وهو مكوناته ولا اسهل من كده يعني. اهي خلاص صوص الجبنه اهو جاهز. حط البطاطس هنا. اهي البطاطس. بصوا بطاطس محمره عاديه. اي بطاطس قطعه تخينه شويه. اي بطاطس. اي بطاطس موجوده، مكعبات اللي احنا عايزينه. هنغرقها بقلب. ايوه اهو. وبعد كده نحط البصل المكرمل على الوش. والبصل على الوش؟ اهو. ده سهل قوي طلع. شفت بس. بصوا الحلاوه يا اولاد، استنى بقى كده هجيبه لك هناك. وصوره وتغزل فيه كده. بس كده خلص. حلو حلو. ده اختراع وفعلا من بره بيتباع غالي جدا. غالي قوي. اوكي احكي لنا عملتي ايه النهارده؟ عملنا تاكو برجر.
وعملنا 2 صوص معاهم، صوص بالخيار وصوص بالبصل، وعملنا سلطه بالبنجر بصوص البنجر والزبادي، والبطاطس المحمره عملنا لها صوص الجبنه وعملناها بصل مكرمل. شيء لطيف، اشكرك، شرفتي ونورتي كالعاده يا دعاء.